هذه السنة حققنا 4 ميداليات فضية وهذا بفضل الله، ثم بفضل الموهبة اللي تدربنا على مدار سنين وساعدنا في أداء كويس في هذه الاختبارات الصعبة. الحمد لله يعني جبنا 4 فضيات، سجلناها في سجل المملكة. الحمد لله جبنا هذه الثقة من بعد تدريب وتمرين، صار لنا سنوات وسنوات ومسائل عديدة صار لنا الحين. والحمد لله رفعنا رأس الوطن في هذا المحفل العالمي. أنا وجميع زملائي حققنا 4 ميداليات فضية والحمد لله هذا من فضل الله. أولاً أود أن أشكر الله أولاً، ثانياً أود أن أشكر أهلي وأخواني أمي وأبي الذين كانوا يعني سند دائم لي. الحمد لله هذا أولاً من توفيق من الله عز وجل، وثم من دعم من الوالدين جزاهم الله خير. وكذلك أحب أن أشكر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة لإبداع موهبة على دعمها والتدريب التي قدمته بالنسبة لي أنا من الصف الثاني المتوسط حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله رب العالمين، حقق المنتخب السعودي للكيمياء 4 ميداليات فضية كأكبر إنجاز إلى الآن في أولمبياد الكيمياء الدولي الذي يقيم في الأسبوع الماضي في سويسرا. طبعا هذا الإنجاز يأتي نتيجة تدريب استمر لعدة سنوات، حصل كل طالب على حوالي 3000 ساعة تدريبية بتعاون كبير بين موهبة ووزارة التعليم وجامعة الملك عبد الله والهيئة الملكية وجامعة الملك سعود وغيرهم من الشركاء، أيضا برعاية كريمة من بنك الرياض الذي ساهمت رعايته في دعم هذا الفريق وتمكينه لتحقيق هذا الإنجاز.